ما شاء الله تبارك الرحمن، الكويت تستقبلنا بالأمطار، وش هالأجواء اللي تفتح النفس. الحمد لله على السلامة يا مطيري. أسلمك على جيدي. كيف الجناح والمكان؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت بنام عندي هنا؟ إيه بنام عندك هنا، وش المشكلة؟ مشكلة غريبة بس. ما غريب الا الشيطان عندك كسفريه تاخذ لك جناح وسويت وما بي احد ينام معي وما ما عاد هي بلحيه جناح. قال وش حدك على مران؟ قال لي امر منه. انا ما ابغى افارقك في الغرفه دي، ابغى اضبطك عشان دبه المويه المقري فيها هذه. انا جديد المقري فيها تروح فيها البركه يا رب. اللهم امين. لا فاتك مسكوني الفندق يحسبوني معي بطل. انا هذو زيت الزيتون يحسبون معي بطل ولا شيء، ما يدرون اني مطيم من روس عرب، مالي مال السوالف هذه. والله انت براعي العلوم هذه، الله يدرك عليك ويخليك العائله ترجع. امين يا رب. يا وليدي ويحفظك ويستر عليك من شياطين الانس والجن. امين يا رب امين. حنا بشر نعشق التغيير ولا بد من التقصير، احيانا نزعل بفعل فاعل واحيانا نزعل من خلان في خلانا، لكن خلها حلقة في أذنك اللي يحبك والله إن طال الزمن ولا قصر، مهما ابتعد مهما زعل مهما عاتب مهما تغير لا بد يرجع لك. إذا كان فعلا يحبك لذاتك قل للذي أدم الفراق فؤاده وأسال طيف الذكريات مدامعه، هون عليك فنبض قلبك عائد، إن القلوب لمن تحب لراجع. صباح الخير يا صاح. يا ابن الحلال تتعطر الويش، ترى رايحين للفنيوز فاضي الصباح. كان عام طالعين. يلا خلصت. مين اللي طق الباب؟ اكيد طانون. اكيد جايينكم الفطور، ترى الساعه 8 بدري. طيب الساعه كم الحين؟ ما رايت في الهواء سابولي باعوا واشترى سابولي ايتي في الهواء سابولي. ما عاد عرفنا لكم الهلاليه، مره مع الاتحاد مره ضدهم، ما عاد عرفنا لكم. يا غازي ترى الكبار دائما يحبون بعض حتى لو اختلفنا، بس يعني يا والله سكر. خلاص روحوا كبار، روحوا سابولي باعوا واشترى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اطلعوا سابولي. اتحادي ولا هلالي؟ انا ايه هلالي ولا ضد النصر في اي حاجة. سابولي سابولي. يا زين اكلكم يا اهل الكويت. انا والاكل الكويتي قصة حب لا تنتهي. شباب مصبطين الامور وجالسين. مدير ريوق ما ملولوه. اوكي خلاص يا خالد ابشر. انا نسيت انك انت تطلب. ابشر ابشر. وعطنا صاجن حجيه ايوه، وعطنا بيض. اوكي اثنين بلاليط اثنين. خالد والله اللي يجي بلاليط. قاسم طيري يعني واحد هو. وعطنا واحد كرك. وعطنا شو اسمه حمسه زواره. ثلاثه يا ابن الحلال شغلت امنا. معه لسان تقدر تسكت شوي؟ يا اكل مستحيل والله يا ابو ربيع مستحيل. يا غازي يقولون اخونا. خلاص سم اطلب انت بنفسك. لا تكفى يا ابو ربيع انا طالب، والله اني اكره شيء عندي اطلب من اكرم من بسكوتك. خمسه بلاليط وثلاثة شاهي. بمشيب تعرف شيء اسمه الحوقله؟ الحوقله؟ والله انها مي بغريبة عليه. الحوقلة هذه الحوقلة لا الحوقلة قد سمعت فيها شيء كذا؟ والله مرت علي يا ابو ربيع، بس اتوقع انها يعني الحاجة اللي فيها دائرة او دائرة حول الحروة. ابو تميم تعرف شيء اسمه الحوقلة؟ حوقلة الحوقلة هي لا حول ولا قوة الا بالله. حوقلو ما ادري هو حديث او ماني عارف الحديث هو حديث ولا لا، بس بمعنى الحديث حوقلو يعني وقت الشدايد وقت المصايب وقت الضيق. اي ومتى تستخدمه ومين وصى فيه؟ والله يا الرسول صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب، والله العظيم اني ناسي يا غازي. بس ابو ترف تعرف شيء اسمه الحوقلة؟ الحوقلة ما هل في اللغة يعني ولا ايش؟ ما ادري انا اسألك، قد سمعت بهالشيء؟ انا كني سمعت يحوقل بس ما ادري فين ما اعرف الصدق. ها
يا باشا مهندس فكر من هنا من هنا. والله العظيم ما عندي شيء الصدق، انتم جايبنا مواصلين والساعه 8 تبغى يجي، والله ما اقدر مخي هنك. مالك شغل وش قال؟ جاوب انت يا سعيد. اللي يعرف ان الحوقله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال الحوق او قال قول الحوقله فانها كنز من كنوز الجنه. هي لا حول ولا قوه الا بالله. تقال 10 مرات او 100 مره. هذا اللي عارف. ومتى تستخدمها؟ في كل وقت. اذا كان عندك يعني شيء صعب، اذا ما اذكر الصباح والمساء، هذا اللي اعرفه. طيب وش معنى لا حول ولا قوه الا بالله؟ خلت كل شيء على الله. اذا كان في شيء قوي خلاص كل شيء على الله سبحانه وتعالى. انت ما عندك لا حول ولا عندك لا قوه، كل شيء على الله سبحانه. ابو شوق سم، وش معنى الحوقله؟ قد سمعت فيها؟ قد سمعت فيها، لكن الحوقله هي قول لا اله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انك مالك لا حول ولا قوه الا بالله، يعني قوه الله فوق قوتك. هذا اللي اعرفه. مين اللي وصى فيها؟ والله وصى فيها الرسول، والافضل انها تقال بعد كل صلاه. طيب وش معنى لا حول ولا قوه الا بالله؟ يعني انك انت الانسان يعني حولك وقوتك مستمده من قوه الله. الحوقله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. أيوه. اول مره اسمع في اللغه ولا في الشرع ولا في ايش؟ ايش بتعرف الحوقله؟ احد ما يعرف الحوقله؟ هل تفرح تسابوا ليه؟ اتحاد حمد الله، هل اللي يحبون ولا يعرف حيلهم بينهم؟ حمد الله صبري، حمد الله هداف ومتصدر، هذا مرقوع خمسة امس ولهوجه يا رجل. اول الكبار ومدري ايش اولويات، اول فريق الرقعه خمسه في النهايه، وش اولويات يا رجل؟ جاملناهم الكفايه، فريق مشحوط بخمسه وحنا سجلنا ثلاث اهداف، جاي واحد تمسك تضرب فينا تجي يقول لك كيف اعطيت ثلاث اهداف؟ وين بعد؟ حنا تو فضينا لهم، تو هسه راحت جينا واخذنا على فوق فوق خشمه. اسكت اسكت بس انا هذا باخذ خله خله عليك. انا رحت نهائي كاس العالم، ثاني العالم يا بوي شبت بينهم. اظل استمتع يا نصراوي استمتع. هذا يا بربيع الحلف الكذاب، شوف هم اذا رضوا مع بعض عودوا على النصر، واذا زعلوا على بعض حيلهم بينهم. ماخذين كاس السوبر كانه ماخذين دوري ابطال. يا رجال كاس السوبر احتفل بقبلي في لندن، روح هناك وسوى لي زحمه على كاس السوبر. يا شباب خلوه هذا تفاهم معاه، يقبل وجهه النظر. انتم كذا تاخذونه بالصوت، اتكلم بس. انا مرقوع خمسه، انا مرقوع خمسه محليا وخليجيا واسيويا، والحين كملتها على استنى كريم يعني الخمسه تتعب. ما ينفع الاسلوب ده، ما ينفع. اول شيء انا مرقوع خمسه، انا جايب ثلاثه بريال، جايب ثلاثه غاز. ايه تعرف الورق تسطر تسطر القلم عطيك هذا متى فاز اصلا؟ هذا معروف كاس اسيا غير مرتين خمسه وأربعة. انا سبقت اول حلف معك الاتحاد، واتحاد كبير. انا اسهل فريق واسهل نادي. مدري اربع سنوات متتاليه في رجعين، مدري ولا مدري غير من فيض. والله ما والله ثاني العالم، ثاني العالم على اربع فرق ثاني العالم. يا ابوي تدرج مسايخ انت مستحيل ولا اجيب ثاني العالم على اربع مدري خمس فرق. يا ولد وين احنا شبعنا؟ ترى الناس تطوروا وصار اصغر واحد في الشعب السعودي يعرف كوره. ملينا ترى، ملينا. نظر كيف هل في كوره؟ نظر انت بداخل مره خدت بطوله غير كاس الزوبر اللي مستانس فيها. استمتع يا عالم استمتع، تفرج. انا يعجبني كان يقولون انتم جبتوا رونالدو وتضحكون القنوات 37 اللي تصور مباريات النصر تنقل. الحين ما تاهلوا لكاس العالم ضحكوا العالم اجمع، حتى اللي ما يفهم كوره ضحك عليه. انت خلف المحل، انت خلك وتجيب رونالدو وتجيب ميسي وتجيب اللي تجيب، انت في المحل. اسمع انت خلك المحليه، انت جبت كريستيانو كانك ماخذ لك كاس العالم. خالد ما هم هالبلاليط يدورها. البلليط وين يا خالد؟ البلليط على جدك. هذا يقول محليا النصر 20 سنة قبل يولد هو يعرف الكورة، راح للعالمية ولعب وخلص. من خلك تاخذ دوري السيدات هم رجال تبطي الشوارع هذه والله ما تاخذها. 2019 كان اخذناها من طار. كنت داخل مرة بس الاتحاد، متى اخر مره فزت؟ ايش دخلك في الاتحاد؟ اول اللي هو مستانس في السوبر بقول له، بس متى اخر مره؟ يا ابوي يا غازي اسمع، الانجاز هذا اللي سوونه سجونه اول اسمع دعم ملياري، سبعه
اجانب يا ولد، احنا جبناه قبل 20 سنه ترى. طيب سؤال، انت قبل شوي تدافع عن الهلال والكبار. والكبار اسمع، انا ما الهلال فريق والله الاتحاديه يقلبون على الواحد بسرعه. جاز الاتحاد اخذوا شنو اخر حمد الله من النص، هذا حمد الله هزاف كل لاعب تمنى. انت اكبر انجاز رحت اخذت كان العالم على اربع فرق وسكت خمسه قبل ريال مدريد خمسه وفضحنا خمسه حطيت كذا خمسه.